النهارده في برنامج الاشبال حابب ان انا ابتدي بحديثي او بكلامي عن واحد من نجوم النادي الاهلي اللي اتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ابتدى من مدرسه الكوره وهو ناشئ صغير عنده 7 أو 8 سنين، ثم اصبح واحد من نجوم الفريق الاول بالنادي الاهلي، حقق بطولات كتير مع الفريق النادي الاهلي، وايضا بيسكن جوه قلوب مشجعي النادي الاهلي، هو الكابتن مؤمن زكريا. دعواتنا لينا كلنا وكل جمهور النادي الاهلي لمؤمن زكريا ان ربنا ان شاء الله يشفيه ويرجع احسن من الاول. مؤمن زكريا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ليه مذاق خاص عند جمهور النادي الاهلي، دايما في طابع اهدافه، اهداف دايما مميزه. رسالتنا هنا من برامج الاشبال لمؤمن زكريا ان شاء الله بعد المحنه اللي انت فيها ربنا سبحانه وتعالى هيكون في منح كتير، لازم تتمسك بإيمانك بربنا سبحانه وتعالى وأيضا بمساندة وحب وجمهور النادي الأهلي. ما شاء الله، والشيء اللي بسطني أو عجبني جدا هو ردود أفعال الناس كلها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا. ما شاء الله، يعني في مساندة كبيرة جدا لمؤمن زكريا. شفنا أيضا مباراة امبارح النادي الأهلي هو بفوز 2-0 والفرحة بتاعت صلاح محسن وزملائه لاعبي النادي الاهلي وهم بيحتفلوا بالعلامه او الحركه اللي بيعملها دايما مؤمن زكريا بعد تسجيله للاهداف، زي ما احنا شايفين دلوقتي صلاح محسن، وليد سليمان، عمرو السليه، كل لاعبي النادي الاهلي بيدعموا مؤمن زكريا، مش لاعبي النادي الاهلي بس الفريق الاول، ايضا وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. فريق 2003 بعد ما فاز ايضا لاعبي فريق 2003 بالنادي الاهلي برضه بيقلدوا مؤمن زكريا في حركة الاحتفال اللي دايما بيعملها بعد إحرازه الأهداف. الأمر مش مقتصر على النادي الأهلي، قطاع ناشئين وفريق أول، أيضا حراس مرمى الإنتاج الحربي اللي كانوا في يوم من الأيام مع مؤمن زكريا وهو لعب في الإنتاج الحربي، كل لاعيبة مصر بتدعو مؤمن زكريا، وكمان غير الإنتاج الحربي أيضا لاعبي الإسماعيلي في مباراة البطولة العربية اللي فازوا فيها أمام أهلي بني غازي وبرضه لاعبي الإسماعيلي. كل الحب وكل الدعم لمؤمن زكريا ان شاء الله بايمانه بربنا سبحانه وتعالى وبدعم الجمهور وزمايله اللعيبه في كل الانديه ان شاء الله يرجع. النهارده كمان كان في جدا لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي دايما كل لعيب لما بيكون في محنه هو اللي بياخد بايده دايما علشان يخرجه، ودايما بيكون مساند وداعم ليه. لقطه جميله جدا عمرها ما تعدي على جمهور النادي الاهلي، لما يبقى عنده لعيب بحجم مؤمن زكريا في انجازاته وفتحيه بطولات للنادي الاهلي، مش غريب قوي على جمهور النادي الاهلي ان احنا نشوفه بالاعداد الكبيره جدا تحت بيت مؤمن زكريا. وحابب يعني اسمع صوت الجمهور. النهارده كمان مؤمن زكريا خرج لهم وكان موجود معاهم وكان وسطهم، وكانت رساله جمهور النادي الاهلي احنا وراك لما ترجع تاني وتحقق لنا بطولات وتحرز اهداف ونشوف مؤمن زكريا بيصول ويجول في الملاعب مره اخرى. لقطة عظيمة جدا، لقطة عظيمة ومش غريبة على جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيقف جنب ناديه وبيقف أيضا جنب يعني لعيبة النادي الأهلي. النهاردة مؤمن زكريا وشايفين اللقطة دي وهو نزل للجماهير وبيحييهم وهم شايلينه على الأكتاف وبيقولوا له إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكون معانا مرة تانية وترجع. مؤمن زكريا اللي احنا عارفينه اللي بيجيب دايما بطولات للنادي الأهلي وكمان بيحرز أهداف
وبيمتعنا. ده كان جمهور النادي الاهلي ودي لعيبه النادي الاهلي. ايضا مجلس اداره النادي الاهلي كان اصدر بيان امبارح بمسانده مؤمن زكريا يعني هيتحملوا كافه مصاريف العلاج لمؤمن زكريا. الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده من شهرين، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي ما كانش اعلن خالص الكلام ده، وده قرار رسمي من مجلس الاداره ان مؤمن زكريا هيتم صرف جميع مستحقاته بالرغم انه لم يتم قيده في النادي الاهلي هذا الموسم. مؤمن زكريا هو ابن النادي الاهلي، فالنادي الاهلي يقف جنب الغريب مش يقف جنب ابنه، علشان ما حدش يطلع يزايد على مجلس ادارتنا اللي دايما بيساند كل اللعيبه سواء في الناشئين وهنشوف في تقارير دلوقتي جايه او كمان في الفريق الاول. ايضا المنتمين والمحبين للنادي الاهلي، المنتمين والمحبين للنادي الاهلي برضو حبوا يساندوا مؤمن زكريا، عملوا له اغنيه من تاليف كلمات الشاعر احمد ابراهيم واللحن للاستاذ خالد الليلي والمطرب مصطفى خيري وهندسه الصوت لعبد الله خطاب، عملوا اغنيه مهداه منهم لمؤمن زكريا. نشوف الاغنيه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.